بصدق الحاجات دي. امال بتصدقي ايه؟ لما بعوز حاجه بعملها. بس القلب مش زي اي حاجه. يعني القلب زي الهوا. يعني ايه زي الهوا؟ يعني الهوا لكل الناس، في كل واحد فينا، بس احنا عمرنا ما بنحس ان الهوا ده اهم حاجه. انت تقعد تتفلسف زي العمده. ها، ده واقع مش فلسفه. طيب انا همشي. تمشي تروح فين؟ انت لسه جاي. انا لازم اكون جنب اختي اليومين دول بالذات. انا بختها بيك. لو مت ممكن ابويا وامي يعرفوا بعد اسبوع، ده لو افتكروني يعني. سلام. لولي. لا طارق. ايه يا حبيبي؟ تعال. انا بطمن عليكي مش اكتر. الحمد لله. لا انت متضايقه وقافله على نفسك الاوضه بقالك كام يوم؟ في حاجه حصلت تاني؟ واضح. انا محتاجاك بكره في مشوار مهم، لو انت ما عندكش محاضرات في الجامعه. ماشي، هتلاقيني جاهز وقت ما تحب. انا عندي سؤال، هو ليه كل حاجه حلوه بتكون صعبه؟ لما تكبر بكره هتعرف. لما اكبر. ها، ماشي يا ماما. طب شوفي بقى مين هيجي معاكي مشوار بكره. يا اخويا اتنيل. طب والنبي، لا انت ضحكه. والنبي لا انت ضحكه. والنبي لا انت ضحكه. بس مش عارفه. والنبي لا انت ضحكه. والله اي شكرا شكرا. بس يا ولد، فبلكونه حلوه ازاي؟ والله العظيم الوش القمر ده لازم يضحك. بس بقى ولا اي حاجه في الدنيا تضايقك. معاكي طروقه. مبسوطه يا صفاء؟ لا طبعا مش مبسوطه. انا ايه اللي خلاني اطوعكم واجي معاكم؟ انا عندي شغل متلتل في القاهره. أنا ما بكرهش في حياتي قد العطلات الرسمية. حبيبتي أنا ما بكلمكيش على النهاردة، أنا بكلمك عامة. أنت مرتاحة ومبسوطة في حياتك؟ الحمد لله طبعا. أنت بخير ويسري أخونا زي الفل والشغل تمام، يبقى أنا تمام. وادي الشغل اللي مش هنخلص منه. وادي الشغل وصل يا ستة أهو. تعالى يا آدم. أنا آسف على التأخير، بقالي ساعة بلف بسبب اللوكيشن ده. معلش، أديك عرفت المكان، ولا أقول لك؟ سيب لوكيشن عشان ما تتوهش بعد كده. عملت كده؟ ما قلتش يعني إن أدهم جاي. أنا من إمتى صفاء يعني بقول أنا هعمل إيه؟ وأنا موافق يا أدهم. ها؟ موافق على ايه يا بص؟ موافق على انك تخطب اختي صفاء. زيدان لو سمحت، الحاجات اللي زي دي ما فيهاش هزار ولا مفاجآت. على فكره انا مش بهزر، انا بتكلم بجد. انا شخصيا موافق. انت بقى عايزه تاخدي وقتك وتفكري، مفيش مشكله. انا عن نفسي موافق طبعا، بس يعني الهانم توافق. قلت ايه؟ كده الكرة بقت في ملعبك. طالما كده بقى يبقى اخد الكرة واروح افكر مع يمنى واخد وقتي.